السلام عليكم ومرحبا بالجميع في قناتكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، وجهه سياحيه جديده. اليوم كما راكم تشوفوا رانا في البارك دو تراكسيون فاروق لاند واللي جاي في مدينه عنابه. درنا هاد لا فيديو سبيسيالمون للناس اللي يحبوا يجيو يقضيو عطلتهم سوا ديزون بالنسبه للسياح ولا المصطافين اللي يجيو لمدينه عنابه ويحبوا يفوتوا يوم رفقة أطفالهم باش ينحيوا لهم على بالهم. هذا البارك اللي جاي في منطقة سيدي عاشور واللي راح نخلي لكم يعني الموقع تاعو أسفل صندوق الوصف، بالإضافة إلى كونه يحتوي على عديد الألعاب، يعني فيه كذلك المطاعم بالإضافة إلى الكافيهات. صورنا لكم من خلال هذا الفيديو جميع التفاصيل يعني اللي تخص بارك دو تراكسيون فاروق لاند بعنابة على غرار الأسعار، بالإضافة إلى جميع الألعاب الموجودة في هذا البارك. يعني وبالمناسبة حبيت نوجه تحية خاصة للفتاة اللي تخدم في البارك دو تراكسيون، يعني على حسن استقبالها بالإضافة إلى تعاملها الجيد معنا، وعطتنا جميع التفاصيل يعني اللي رايحين تلقاوها في هذا الفيديو. لكن قبل ذلك وقبل ما نخوضوا في التفاصيل، وإلا كنت تشوف فينا وتتابع في قناتنا لأول مرة، فضلا وليس أمرا أبونيو في القناة وضغطوا لنا جام خوتي أسفل هذا الفيديو بتحفزونا ونكملوا في هذا المحتوى إن شاء الله. تفضل ميسي، مرحبا بك. عندنا لي فوق في فاميليال، هادو عندنا تاطروانيل فيه 20 كي يلعبوا في اللعبه تاع 12000 ولا 15 ولا 24، كل واحد فيهم يمدي كي يدخل يلعب. كي يلعبوا في الالعاب تاع 30 و 40 كل واحد فيهم يمدي تيكي ويلعب. تسمى اللعبه تاع 24 تطلع لك ب 15000 واللعبه تاع 40 تولي لك ب 30000. وعندنا فوق في تاع ديجان كي يعودوا وحدهم، عندنا طاريف جان تاع 100000 يدخلوا ب 100، عندهم الدخله غراتوي وفيه 3 تيكي. ترواتيكي يلعبوا بهم وين يحبوهم، يحبوا حتى يلعبوا بهم في داتا لعبه 40000. وعندنا لي زونفون تاعنا، عندنا دي فور في هذا الفري بلاي ايليميتي، ديرها زعما عندك صغير في عمره من 3 سنين ل 8 سنين، نعطي لك التيكي هذا تاع 200000 وندير له طومبون في يده ايليميتي من يدخل هو يلعب حتى يروح. ولا كان عندك واحد ادولت، عندنا هذه تاع 300000 كيف ديرها له، ندير له طومبون ونعطي له تيكي هذا تاع 300 ايليميتي فري بلاي من يدخل هو يلعب حتى يروح يلعب كيما يحب. داكور. وكونسيرنون لاكسي الدخله قدام؟ الدخله الكبار ب 10000 ولي من 3 سنين ل 8 سنين يخلصوا 6000. بارك الله فيك، ربي يعاونك. ولمزيد من التفاصيل خاوتي اكثر باش تفهموا يعني على الكلام اللي كانت تحكي فيه الاخت الكريمه، يعني رايحين نخليو لكم دي نوتيس يعني وملصقات اشهاريه اللي تظهر امامنا كما راكم تشوفوا، يعني كل لعبه وثمن الدخول اليها. كذلك بالنسبه لي باك يعني واللي طاريف الخاصين بلي زاديلت ولا بلي فامي ولا كذلك بالنسبه للشباب، يعني كل على حده. ورنا لكم كذلك ثمن كل لعبه على حده بالاضافه الى الشروط يعني على غرار السن او الطول المسموح به من اجل لعب تلك اللعبه. هنا نكون وصلنا الى نهايه فيديو نهار اليوم. تحية خاصة بالنسبة للناس اللي بقاو معنا حتى نهاية الفيديو، اعطيونا احلى لايك، خليونا تعليقاتكم، ارائكم، انتقاداتكم اللي نتقبلوها بكل رحابة صدر. الى الملتقى في قدم فيديوهاتنا، الى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.